بهذه البطولة. عالميا في منافسات الليغا الدوري الجولة الـ 12 ليفانتي وبرشلونة يتغلب عليه في 7 دقائق، يعني بعد الصحوة الكبيرة اللي كانت لبرشلونة في الأيام السابقة الآن يعود للهزيمة مجددا. وطبعا هذه الخسارة بتعيد مرة أخرى للأذهان مسألة استمرارية فالفيردي، يعني صراحة في كل خسارة الأسئلة بتتجدد، هل يستمر فالفيردي؟ هل يرحل فالفيردي؟ هل هو المدرب الأنسب لبرشلونة؟ صراحة تغييراته وإدارته للمباراة تؤكد على أنه فالفيردي أقل قامة بكثير من برشلونة، وهذا الأمر يرسل أيضا رسالة سيئة جدا بالنسبة لجمهور برشلونة في قدرة الفريق على الفوز بدوري الأبطال في هذا الموسم، وإن كان يتصدر مجموعته ولكن شكل الفريق غير مطمئن. برشلونة في هذا الموسم لعب 6 مباريات على مستوى الدوري خارج أرضه، فاز في 2 مباراة فقط، تعادل في 2 مباراة وخسر 2، هذه سلسلة سيئة جدا بالنسبة لبرشلونة. دائما برشلونة حينما كان يخرج خارج الأرض أو داخل الأرض تعتبر بالنسبة له المباريات عادية جدا، لكن الآن برشلونة أصبح يعاني كلما رحل عن ملعب الكامب نو، وهذا يؤكد على أنه برشلونة أصبح يعاني كثيرا في السنوات الأخيرة على مستوى لعبه خارج ملعبه. ولا ننسى الريموتادا الكبيرة اللي حققها روما على برشلونة، كان من المفترض، بعض المحللين كانوا بيروا بأنه هذه المباراة كان من المفترض مباشرة يتم إقالة فالفيردي، لكن تم تجديد الثقة في فالفيردي ليعود مرة أخرى برشلونة ويسقط أيضا بخسارة كبيرة جدا بعد تفوقه على ليفربول بثلاثية نظيفة في الكامب نو، عاد وخسر بربعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، وهذا يؤكد هذه النقطة بأنه برشلونة دائما ما يعاني خارج الأرض في طريقة إدارة فالفيردي لمباريات برشلونة خارج الأرض. وأعتقد أن هذه النقطة تطرح مرة أخرى الأسئلة بضرورة هل يبقى فالفيردي أم يرحل، صراحة ستشكل ضغط كبير جدا على إدارة برشلونة في الفترة القادمة. نعم، والريال الآخر يعني رفض هدية البرسا والتعادل. صحيح، يعني يمكن ريال مدريد أعتقد أنه لم يستفد من تعثر برشلونة، كان بإمكانه لو حقق الانتصار كان سيقفز إلى صدارة الدوري الأسباني، لكن سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام خصم صعب مثل ريال بيتيس، لكن بالرغم من ذلك أعتقد أن ريال مدريد خلق عدد كبير جدا من الفرص في هذه المباراة، ولكن ما عاب ريال مدريد في هذه المباراة هو أنه افتقد للمسة الأخيرة وتحويل هذه اللمسة الأخيرة إلى أهداف. كانت فرص كثيرة جدا، راموس وجد فرصة في انفراد مع المرمى، فينسوس جونيور أيضا، ولكن ريال مدريد رفض كل هذه الهدايا واكتفى بالتعادل السلبي لينجح برشلونة في المحافظة على صدارة الدوري ولكن بفارق الأهداف عن ريال مدريد. ولكن نحن نكتفي بما ورد من أخبار رياضية، كثر خير سهل أحمد العبيد الصحفي والمحلل الرياضي ومحلل نوافذ الرياضي من خلال صباح الشروق، شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لكل السادة المشاهدين. شكرا لكم. مذكر طبعا موضوعنا الجميل حنناقشه بعد الهوا، صح؟ كويس. شكرا لكم متابعينا الاعزاء للمتابعه، تقبلوا تحيا فريق العمل لهذا اليوم. شكرا حمزه، كتر خيرك يا حسام، حتى الملتقى في رعايه الرحيم.